البطولة المركزية لكرة اليد للإناث لمديريات الشمال تستضيفها صالة الثقافي النادي الثقافي في طول كرم باستضافة مديرية التربية والتعليم طول كرم. أيضا بالتزامن مع هذه البطولة يقام أيضا بطولة أخرى للشق الآخر من المديريات الوطن الجنوب والوسط في مديرية الخليل صالة بلدية الخليل يتنافس على المراكز الأول والثاني على المجموعة الثانية 9 مديريات بالجنوب والوسط و8 مديريات تربية وتعليم تتنافس على المركز الأول والمركز الثاني هنا في طول كرم. المتأهلين الأربعة الفرق الأربعة المتأهلة سوف تتنافس على نهائي البطولة المركزية خلال الأسبوع الأولمبي الرياضي المدرسي الخامس الذي ينظمه الاتحاد الرياضي المدرسي ووزارة التربية والتعليم في نيسان في بداية نيسان من كل عام. العام القادم 2019 سيكون الأسبوع الأولمبي الخامس. أيضا ما يميز هذه البطولة بأن هناك استحقاق عربي في كرة اليد ينظمه الاتحاد الرياضي المدرسي للتربية البدنية والرياضة المدرسية العربي في بداية شهر 3 من عام 2019 تستضيفه دولة مصر الشقيقة. ما يميز هذه البطولة بأنه سيتم اختيار منتخب بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد. هذا المنتخب سيمثل الاتحاد الرياضي المدرسي ووزارة التربية والتعليم في البطولة العربية. نتمنى التوفيق لكل الفرق المشاركين.